futur proche. Ok? Quel passé récent. Ok? Quel futur antérieur. Quel passé composé. Ok? Aucun plus que parfait. Ok? Le passé antérieur. Donc, je vais vous dire que vous allez apprendre à faire les actions في الفيتور بروش او في الباسي ريسون او في الفيتور انتيريور او في الباسي كومبوزي او في الباسي انتيريور او في بلوس كو بارفي بكل بساطه بلا تمارين بلا والو وبلا ما تحفظ بزاف اوكي ما عندك ما تحفظ وغتصرف فيها جميع الافعال سواء المجموعه الاولى ولا المجموعه الثانيه ولا المجموعه الثالثه اوكي جميع الافعال كيف ما كانت اوكي مزيان اذا دابا ما عليك غير لايك وتبع معايا الفيديو مزيان اولا نتحدثوا على الفيتور بروش اوكي سنتحدث عن فيتور بروش كيف اقوم بتصريف الافعال في فيتور بروش سي بون اوكي فيتور بروش يعني كيف اقوم بتصريف الافعال فيتور بروش هو المستقبل القريب اوكي مزيان كناخذ لو فيرب الي او بريزون اوكي هذه قاعده دائما لو فيرب الي او بريزون اوكي بلس كوا بلوس لو فيرب ان انفينيتيف يعني في الاصل ديالو سواء كان المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه ما كيهمنيش بلوس لو فيرب ان انفينيتيف اوكي ان انفينيتيف سي بون اوكي دونك كناخذو الا بغيت نصرف الفعل مثلا باغ اكزومبل مونجي اوكي بغيت نصرف هذا لو فيرب هذا الفيرب دو برومي غروب بغيت نصرفو في الفوتور بروش غناخذ لو فيرب الي او بريزون اوكي غناخذ لو فيرب الي او بريزون بلس لو فيرب ان انفينيتيف يعني هذا الفعل نخليه كما هو اوكي مزيان وسواء كان المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كنخليه كما هو اذا دابا راك تعلمتي انك تصرف جميع الافعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه في الفوتور بروش اوكي يكفي فقط انك تعرف لو فيرب الي او بريزون يعني تعرف تحفظ انك تصرف لو فيرب الي او بريزون صافي غتقدر تصرف ديك الساعه جميع الافعال في الفوتور بروش سواء المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه غنوريك دابا كيفاش تصرف الي او بريزون مزيان هادي غير باش تحفظها وصافي اوكي دونك لو فيرب الي او بريزون اوكي دونك جو في اوكي باردون Ok, donc je vais, tu vas, ok, tu vas, il va, ok, nous allons, حاول كتابة معي, vous allez, ok, vous allez, elles vont, ok, مزيان دونك هذا هو لو فيرب الي او بريزون جو في تو فا ايل فا نو زالون فو زالي ايل فون اوكي بكل بساطه اذا الان تستطيع تصريف جميع الافعال في هذا مثلا لو فيرب مونجي اللي قلنا لو فيرب مونجي اش غندير غندير لو فيرب الي او بريزون مثلا بغيت نشوف جو يعني بروميير بيرسون سانغولير غندير جو يعني جو في اوكي غندير جو في هذا هو لو فيرب الي وغنزيد الفعل ديالي اللي هو مونجي جو في مونجي يعني غناكل دابا اوكي فوتور بروش دونك جو في مونجي جو في سورتير جو في اكخير اوكي اي فعل سواء المجموعه الاولى الثانيه الثالثه غيكون التصريف بهذه الطريقه سي بون دونك دابا الفوتور بروش نسى عليا فوتور بروش راه ساهل سي بون اوكي ندوزو الثاني اللي هو الباسي ريسون دونك الفوتور بروش دابا ما بقاش عندك اشكاليه في الفوتور بروش مستحيل انه تبقى عندك مازال اشكاليه فيه اوكي مزيان نمشيو دابا نشوفو الباسي ريسون باسي ريسون سي بون الباسي ريسون شنو هو كناخد قلنا اللي قبل هاد الفوتور بروش كناخدو لو فيرب الي هذا كناخدو لو فيرب فونير فونير اوكي Le verbe venir. Ok, le verbe venir au présent. Le verbe venir au présent plus 1, 2,
راه كنديروا واحد دو دائما في القاعده بلس لو فيرب ان انفينيتيف. عرفتي باش زوينه هاد لو فيرب ان انفينيتيف؟ ما بقيتيش غتقلب على لو غاديكال لا تيرمينيزون. لو فيرب ان انفينيتيف اوكي ان انفينيتيف سي بون اوكي انفينيتيف. نعطيو اكزومبل اولا بعدا فونير فونير يعني لو فيرب فونير نعرفو نصرفو يعني ياتي نعرفو نصرفوه في البريزون مزيان غنديرو جو فيان اوكي جو فيان كيتصرف بحال هكا جو فيان اوكي لي تيرمينيزون اس اس جو فيان تو فيان اوكي جو فيان تو فيان يعني لا ميم ايل فيان هنا تي اوكي ايل فيان نو فونون Vous venez, ok, vous venez, ils viennent. Maintenant, elles, elles avaient un message, elles auront doublé elles. Elles viennent. C'est bon? Ok, donc, à dire, le verbe venir au présent. Et là, il faut que tu aies, tu peux faire le job, tu peux faire le jami à l'affaire au passé récent. Donc, je viens, tu viens, ils viennent, il a fait la terminaison, voilà qu'il aura des calmes. Le verbe de troisième groupe, ok, ONS, END, ok, mais donc, on a un exemple, mais c'est un exemple de verbe manger. Alors, par exemple, on a un exemple de verbe qui me dit, c'est bon, donc le verbe manger, je vais dire, bref, première personne singulière, il y a un jeu, je, le verbe venir au présent, enfin, je viens, rien. Je viens, ou ranzid de, l'égna, maintenant sèche, de, ranzid le verbe d'yali à l'infinitif, yani kakhili kimawa, de manger. Ok? Je viens de manger. Yani l'aqad akal tuli l'a tu yallah kilit, il a dit que tu yallah kilit, je viens de manger. Ok? Je viens de manger. Je viens de quelque chose qui m'a brisé, fait le brisé, tonna. Sawa al-mujma'a l'oula tani et telta. C'est bon? Donc, adi, yal tariqa. Il y a que fait un acte de l'aïda, le verbe venir au présent, plus 2, plus le verbe à l'infinitif, ou tu fais le verbe venir au présent, le je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. C'est bon? Ok, mais bien, un passé récent, Hidna, le Hidna juge, Hidna futur proche, Hidna passé récent, mais bien. D'abord, نحيدو الفوتور اونتيريور هادشي كامل ساهل بزاف فوتور اونتيريور اوكي دابا غنشوفو فوتور اونتيريور يعني المستقبل القابلي علاش القابلي حيت قبل من الفوتور سامبل كيوقع قبل من الفوتور سامبل اوكي اونتيريور قابلي مستقبل قابلي فوتور اونتيريور مزيان الفوتور اونتيريور حتى هو بحالو بحال الاخرين غير هويا كناخد لوكسيليير يعني ماشي شي فيرب واخا لي زوكسيليير تاهما راه فيرب غناخدو لوكسيليير اوكي اوكسيليير يا اما اتر يا اما افوار وهاز الدرس راه كنتخدمتو يعني الافعال اللي كتمشي مع اتر 14 وكتحدث عندهم كذلك لي فيرب اللي مشتقة من دوك الافعال 14 وكذلك لي فيرب برونومينو كيهما كيمشيو مع اتر ومتبقي كيمشي مع افوار راه الدرس كنت شرحته المهم كنستعملو لوكسيليير اتر بلوس افوا ولا افوا بلوس كوا بلوس لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي بلوس لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب اوكي لو بارتيسيب باسي سي بون دو فيرب كونجوغي راه باينه ديال الفعل اللي خدام عندي مزيان شنو غيخصنا نفهمو هنايا اولا كناخدو لوكسيليير اتر ولا افوا على حساب الفعل اوكي دونك كاين الفعل اللي كيمشي مع اتر وكاين اللي كيمشي مع افوا اوكي وهذا الشيء كنتحدد واحد التصويره كنتحطيتها لكم فيها كاع الافعال اللي كيمشيو مع اتر حيت هما 14 ساهل تفهموا تحفظوا 14 من الافعال المشتقه من دوك الافعال 14 وكذلك لي فيرب برونومين لي فيرب برونومين هما اللي كيبداو بديك سو تو اوكي بحال سو بروموني بحال هكا اوكي مزيان دونك هذوك لي فيرب برونومين تما كيمشيو مع اتر سي بون مزيان انت دابا عرفتي الافعال اللي كيمشيو مع اتر واللي كيمشيو مع افوا اش بقى ليك دابا قاليك تعرف تصرف هاد لوكسيليير اترو افوار فاش بعدا في لا ما كملتش القاعده لوكسيليير اترو افوار في لو فوتور سامبل علاش حيت هذا تابع للفوتور سامبل فوتور اونتيريو راه قبل من فوتور سامبل دونك غتصرفو في لو فوتور سامبل هذا راه عندهم علاقه مع بعضياتهم
Donc, auxiliaire être avoir le futur simple. Ok, que je vois le futur simple. Ok, le futur simple. Auxiliaire être avoir le futur simple. Avec le participe passé, le verbe. Il est qu'un verbe, mais le joueur ou là, il y a le participe passé là, ou là, ou accent. Il est qu'un verbe, mais le joueur est un verbe. يعني المبارتيسيب باسيف ديالو هو اي وباش تفرق ما بين الافعال المجموعه الاولى المجموعه الثانيه والثالثه من ناحيه اي ار المجموعه الافعال اللي كتنتمي للمجموعه الثانيه هي كتنتهي باي اس البارتيسيب بريزون ديالها كينتهي باي اس او ان تي اوكي بحال مثلا فينير فينير راه الفيرب ديال دوزيام دروب علاش حيت الفنو الا صرفتو فنو غيعطيني فينيسون اوكي فينيسون اوكي فينيسون غنحيد هاد او ان اس وغنزيد ا ان تي دونك غتعطيني لو فينيسون دونك كينتهي بهذا لو راديكال لو بارتيسيب بريزون كينتهي بهذا اي اي دوز اس او ان تي اي دوز اس او ان تي اوكي دونك هذا لو فيرب دو دوزيام دروب ولكن الا خديت شي فيرب اخر ديال تروزيام دروب وطبقت على هذه القاعده بحال مثلا ديكوفرير اوكي ديكوفرير مثلا هذا لو فيرب دو تروزيام دروب علاش حيت ما كنقولوش ديكوفريسون لا لا كنقولو ديكوفرون اوكي سي بون سي بون دونك هذا هو الفرق ما بين افعال المجموعه الثانيه وافعال المجموعه الثالثه كيف في انك تحدد لو بارتيسيب بريزون منها كتعرف سي بون اوكي دونك نكملو على الدرس ديالنا دابا عرفتي تحدد لو بارتيسيب باسي عرفتي لوكسيليير اللي كيمشي مع الافعال اللي كتمشي مع ايتخوا عرفتي الافعال اللي كتمشي مع افواغ اوكي دابا شنو بقى لك تعرف تعرف انك تصرف هاد اتر او افوا في الفوتور سامبل اوكي دونك اتر في الفوتور سامبل كيفاش غيكون في بروميي بيرسون سانغولي غيكون جو سوري اوكي على هذا الشكل دونك هادو هما لي تيرمينيزون في الفوتور سامبل اوكي جو سوري ا اي اس ا او ان اس او زد او ان تي ماشي ان تي او ان تي اوكي دونك هادو هما لي تيرمينيزون اوكي دابا غتكون عرفتي تصرفها بجميع البرونو بيرسوني دونك جو سوري جو سو تو سورا ايل سورا نو سورون فو سوري ايل سورون اوكي سي بون دونك هذا هو اتر في فوتور سامبل دونك انت دابا حفظتي سي بون دابا خصك تعرف افوا حيت قلنا يا اما كتستعمل اتر يا اما كتستعمل افوا سي بون دونك افوا شنو غيكون برومي بيرسون كيكون جوري ok j'aurai c'est bon donc regardez on met les terminaisons j'aurai quand j'ai fait ce que comme ça n'y va là tu auras il aura nous aurons vous aurez ok vous aurez ils auront un on o n t mais chez n t ok c'est bon donc quand j'ai d'abord appris de savoir être on a appris de savoir avoir le futur simple ok on a appris les participes passés bien les verbes مزيان دونك الان تقدر تستعمل اي فعل تصرفه في الفوتور اونتيريور شنو غادير باغ اكزومبل ناخذ اكزومبل مو فيرب مونجي بغيت نصرفه في الفوتور اونتيريور يعني لو فيرب مثلا مونجي يعني ديما خدامين بنفس الفعل مونجي كيما بغا يكون سواء المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه دونك لو فيرب مونجي اش غندير غناخذ بعدا البرونون بيرسونيل اللي بغيت مثلا جو اوكي وغنشوف لو فيرب مونجي فين غيمشي غيمشي مع avoir اوكي دونك غنكتب جوري اوكي غنكتب جوري نحيد هذا ونكتب جوري دونك هو جوري شتي جوري وغنزيد عليه البارتيسيب بريزون علاش حيت لو فير مونجي كيمشي مع avoir ماشي اتر اوكي مزيان دونك جوري وغنزيد البارتيسيب باسي ديال هذا لو فيرب غنحيد او اي وغندير او اكسون دونك جوري مونجي اوكي هنا في الفوتور اونتيريور دونك جوري مونجي سي بون اوكي دونك اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للفوتور اونتيريور دونك انت دابا فهمتي فوتور بروش فهمتي باسي ريسون فهمتي كذلك فوتور اونتيريور شنو خاصك تعرف خاصك تعرف لوكسيديا اتخو افوار سيرفون في الفوتور سامبل ها هما تعرف البارتيسيب باسي ديال لو فيرب الا كان برومي دروب راه او ار كتحيدها كدير او اكسون بكل سهوله كان دوزيام دروب راه كتحيد اي ار وكدير اي وريتكم كيفاش تعرفوا بان الفعل واش دوزيام غروب ولا لا الا كان الافعال ديال مجموعه ثلاثه المجموعه ثلاثه راه خاصك تحفظ البارتيسيب باسي ماشي ديال الافعال كاملين ولكن تحفظ الافعال بلوز يوتيليزي الا بغيتو نعطيهم لكم فواحد الطابلو عندي
وتخرجوا على بي دي اف اوكي سي بون دونك هذا هو الفيوتشر انتيريو ساهل مزيان دابا نمشيو نشوفوا شنو بعد ما فهمنا فيوتشر بروش فهمنا الباسي ريسون فهمنا فيوتشر انتيريو دابا غنمشيو نفهموا الباسي كومبوزي اوكي مزيان دونك غنشوفوا هنايا الباسي passé composé c'est bon donc passé composé et parce qu'on s'en fout le passé composé quand on a de l'auxiliaire ok quand on a de l'auxiliaire être ou avoir ok alors c'est le verbe là on a de mauvais auxiliaire être ou avoir au présent maintenant sèche au présent à des qaïda au présent plus le participe passé ديال هاد لو فيرب اللي غتخدم به ولا بارتيسيب باسي راه ديجا شرحتها في الفيديو اللي غير في المثال اللي قبل اوكي سي بون شنو خاصك تعرف دابا باش تصرف اي فعل في الباسي كومبوزي خاصك تعرف تصرف لوكسيليير اتخ افوا او بريزون وهذا الشيء كلشي عارفه تقريبا اوكسيليير اتخ كلشي كيعرف يصرف في بريزون جو سوي توي ال اي لو سون فوزيت ال سون كذلك لوكسيليير افوا جي توي ال ا نو افون فو افي ال سون ok donc كل شيء عارف يصرفه au présent مزيان دابا بغيت نعطي واحد الاكزامبل ديال لو فيرب مونجي اوكي هاد لو فيرب مونجي بغيت نصرفه سيدي في الباسي كومبوزي اولا هاد لو فيرب مونجي غيمشي ليا مع لوكسيليير avoir ماشي être اوكي دونك هادو اللي كيمشيو مع être راه ديجا حددتهم في هاد الفيديو بلا ما نبقى نكرر في الهضره ونطول الفيديو اوكي المهم لو فيرب مونجي مشى مع avoir اوكي دونك بغيت نصرفه مثلا في جوي يعني نهضر على راسي انا دونك جي avec l'auxiliaire avoir première personne singulière ou j'ai ok اش غنزيد عليه participe passé ديال هاد لو فيرب لي بغيت شنو هو نحيد او ار وندير او اكسون ok donc j'ai mangé هذا هو التصريف ديالو في الباسي كومبوزي شتي شحال ساهل ساهل المهم هادو كاملين اللي شرحت لكم دابا راه ساهلين بزاف وهاد القواعد اللي كنعطيك دابا راه خصك تفرج شحال من فيديو تفرج شحال من درس باش تاخذ قواعد ملخصين بحال هكا ويعني دابا دعمنا باللايك وتبع معايا وتفهم كلشي ان شاء الله تفهم جميع الازمنه مزيان هذا هو لو باسي كومبوزي مزيان هذا هو لو باسي كومبوزي بعد ما فهمتي دابا فيوتور بروش فهمتي باسي ريسون فهمتي فيوتور انتيريو فهمتي باسي كومبوزي ما بقاش ليك بزاف غتفهم دابا بلوس كو بارفي اوكي اللي كيكون قبل لام بارفي بلوس كو بارفي وهذه الازمنه اللي كنشرح لكم راه ازمنه مركبه كتسمى لي طون كومبوزي اوكي مزيان دابا غنشرح لك بلوس كو بارفي مزيان شنو هو هذا بلوس كو بارفي شنو كيكون فيه حتى هو كيكون فيه لوكسيليير اتخ افوا نفس الحاجه كتعاون لوكسيليير اتخ او افوا ولكن فاش مصرفين ماشي في باسي كومبوزي مصرفين في البريزون لا مصرفين في لامبارفي حيت حتى هذا تابع لامبارفي كما قلت لك هذا كيكون مصرفين في فيوتور سامبل هذا كيكون مصرفين في لامبارفي حيت هذا تابع هذا وهذا تابع هذا دونك كيكونوا مصرفين على لامبارفي صافي ما كيحتاج هذا فهام اكثر من المحفظه ماشي حفظه هذا الشيء راه فهمه غتفهمو صافي بلوس كوا بلوس لو بارتيسيپ باسي ديال لي فيرب كونجيغي كونجيغي اوكي لو بارتيسيپ باس نعطيو ثاني اكزومبل شنو غيخصك تفهم الا بغيتي تصرف الفيرب ديالك كما بغا يكون المجموعه الاولى الثانيه الثالثه بلوس كو بارفي غيخصك تحفظ لوكسيليير اتخ افوا الان بارفي مزيان انا غنعطيك كيفاش كيتكتب الان بارفي عندك لوكسيليير نبداو بلوكسيليير اتخ نبداو بلوكسيليير اتخ دونك اتخ الان بارفي هي جي تي جي اي تي اوكي بحال هكا جي اي تي ا اي اس غتبدل غير لي تيرمينيزون ا اي اس ا اي تي اوكي ا اي تي اي او ان اس اوكي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي او ا اي او ان تي باردون اوكي مزيان دونك يكفي انك تبدل هاد لي تيرمينيزون بهادو جو تو نو اوكي مزيان Donc, j'ai été, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, il était. Ok? Mais bien. Donc, quand tu as fait ça, l'auxiliaire être, fait l'imparfait. Quand tu as l'auxiliaire avoir, tu as fait le bien. Avoir la première personne qui est j'avais. Ok? J'avais. Est-ce qu'il y a des années 9 Il y a AS
وكنعاود ثاني بهذا دونك جافي تو افي ال افي نو زافيون فو زافي ال افي اوكي مزيان دونك انت دابا عرفتي تصرف لوكسيليير اتر او افوار في لامبارفي اشنو بقى لك تعرف صافي تقدر تصرف دابا اي فعل في بلوس كو بارفي اونتي ريور هاد لو باسي اونتي ريور شنو فيه لوكسيليير اتر او افوار شتي علاش شحال ساهله لوكسيليير اتر او افوار ولكن فاش في نظرك مصرفين غيكونوا مصرفين في الباسي سامبل حيت هو اللي حداه هو اللي كيكون قبل منه الباسي اونتيريور عفوا الباسي اونتيريور كيكون قبل من الباسي سامبل دونك غيكونوا مصرفين فاش غيكونوا مصرفين في الباسي سامبل دونك او باسي هادشي راه فاهم اكثر من حفظ او باسي سامبل بلوس كذلك نفس القاعده بارتيسيباس مزيان صافي هذه هي القاعده ديالو الا عرفتي هذه غتعرف تعرف تصرف اي فعل في باسي اونتيريور اوكي يكفي انك تعرف شنو يكفي انك تعرف لوكسيليير اتر او افوار في الباسي سامبل دابا غنوريك كيفاش تصرف اتر او افوار في الباسي سامبل مثلا اتر اتر اللي هو فيرب ثوازيام دروب كيفاش كيتصرف كيتصرف مثلا جو فو اوكي هنا او اس مزيان او اس هنا او اوكي مزيان دونك غنزيدو لي تيرمينيزون ديال الباسي سامبل اوكي او اس او تي اوكي عفوا او تي هاد لي تيرمينيزون راه كيتحافظو او تي وهنايا او ان اوكي وهنايا او تي زيد وهنايا في الاخير او ار او ان تي اوكي مزيان دونك هذا كيبقى فيكس كيتبدلو لي تيرمينيزون اوكي كيتبدلو لي تيرمينيزون هنا ما تنساش واحد سيركونفليكس اكسون سيركونفليكس هنا في فو و في نو و في فو اوكي مزيان دونك هنا جو فو تو فو ال فو نو فو و فو ال فو اوكي مزيان دونك هذا هو لوكسيليير اتر فاش في لامبارفي حاول تحفظو و لوكسيليير افوار راه عطيتكم بهذه الطريقه باش يتسهل عليكم الحفاظه يعني هاد اف ديما كتبقى كيما هي كتبدلو غير هاد لي تيرمينيزون دونك سي بيان افوار مثلا كيف نعرف البرومي بيرسون البرومي بيرسون شنو كيكون كيكون جي او او جو باردون جو اوكي اوكي مزيان دونك هو كذلك ينتهي ب او اس اوكي دونك يكفي انني نحيد او اس ونبقى نزيد في هاد لي تيرمينيزون اوكي نفس الطريقه يعني هذا هو لوكسيليير افوار مصرف في لامبارفي مزيان دابا نشوفو ثاني لو فيرب مونجي اوكي هاد لو فيرب مونجي بغيت ثاني نصرفو فاش نصرفو في باسي اونتيريور واخا هاد الباسي اونتيريور راه ما كيتستعملش بزاف هو الباسي سامبل اوكي ما كيتستعملش بزاف كيتستعملوها في الحكايات القدام وكتلقاه غير في كتبها ما انت ما لقيتيش كتعبر عليه ولا كيتستعمل غير الباسي كومبو ولا كيتستعمل غير الباسي كومبوزي في عوض هاد الجوج اوكي مابقاش كيتستعمل بزاف في الباسي سامبل والباسي اونتيريور سي بون اوكي ماشي مشكل نعرفو دونك عرفتي دابا لوكسيليير اتر او افوار في لامبارفي مزيان دابا في الباسي سامبل عفوا دابا شنو بقى لك بقى لك دابا تعرف لو فيرمون جي مثلا كيفاش كتصرفو مثلا في برومي بيرسون في جو غناخد افوار اللي هو جو اوكي جو اوكي كتقرا غير هاد او اما او اس فكتقرا بلوس لو بارتيسيب باسي ديال هاد لو فيرب اللي هو مونجي دونك انا صرفت لو فيرب ديالي فاش صرفتو في الباسي اونتيريور دابا هادشي اللي خصك تعرف باش تصرف لو فيرب ديالك كيما بغا يكون سواء المجموعه الاولى ولا الثانيه والثالثه باسي اونتيريور شتي القاعده شحال ساهله راه كنحددها غير في داخل الاطار تقدر تكتبها في الدفتر ديالك وتحفظها مزيان دونك هذا هو الباسي اونتيريور مزيان سي تري بيان برافو دونك مانتون عرفنا شنو عرفنا فيتور بروش عرفنا الباسي ريسون عرفنا الفوتور اونتيريو عرفنا الباسي كومبوزي عرفنا بلوس كو بارفي عرفنا باسي اونتيريو عرفنا ستة بقى لينا سبعة ثمانية تسعود عشرة بقى لينا أربعة أربعة اللي بقاو نفهمو جميع الأزمنة اللي كاينين في الانديكاتي وحنا تهنينا من لا كونجيكيزون اللي كتشكل مشكل بزاف في الناس مزيان شنو بقى لينا بقى لينا الباسي سامبل هاد الباسي سامبل اصلا ما كيتستعملش بزاف يعني كما قلت لك كتلقى غير مكتوب في الحكايات وفي الروايات دونك انت ما غتحتاجوش في لا كومونيكاسيون التحاور ولا باش تكتب بزاف ما تقدرش تحتاجو ولكن ماشي مشكل غنشرحو
اوكي قال لك لامبارفي لامبارفي راه ساهل سواء المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كاينه واحد القاعده كتطبق وكتقدر تخدم بهم جميع الافعال غنشرحهم في الحصه المقبله ان شاء الله لامبارفي وغنشرح كذلك البريزون بالنسبه للمجموعه الاولى والثانيه والثالثه وكذلك الفوتور سامبل اللي هو المستقبل اللي كنعرفوه عموما دونك هادو اللي بقاو هاد اربعه والباسي سامبل قلنا ما كيهمشي بزاف ولكن غنشرحو ولامبارفي ساهل صراحه ساهل بزاف غيبقى لك غير بريزون و فوتور سامبل و هانت ساليتي مع لا كونجيكيزون مزيان ايوا نتمنى تكون عجبتكم الطريقه الا عجبكم الدرس واستفدتوا ما تنساوش لايك و كومونتير راه هادشي راه مجهود شخصي باش تجيب هاد الخلاصات و تقدم الدرس بهذه الطريقه وحظ موفق للجميع ومع السلامه.